بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنبدأ تقديم مجموعة دروس برنامج لاتك المتقدمة. في هذا الدرس سنتعلم كيفية إنشاء صفحة عنوان أو ما يسمى أيضا بالتايتل بيج. سنستخدم في هذا الدرس موقع أوفرليب الذي يمكننا من إنشاء مستندات لاتك بنفس الطريقة التي تعلمناها باستخدام محررات لاتك. ميزة استخدام موقع أوفرليف أنه يمكنك من استخدام من إنشاء مستندات لاتك دون الحاجة إلى تحميل أي شيء يخص برنامج لاتك على الجهاز. سوف أريكم واجهة الموقع. كما ترون هذه واجهة الموقع. استخدام الموقع جدا بسيط، فقط نقوم بتسجيل في الموقع كأي موقع. يمكن التسجيل باستخدام الإيميل، وهذا أنا ما أفضله صراحة. نختار الحساب، وكما ترون فتح معنا الموقع. نقوم بإنشاء مستند جديد لتطبيق الدرس. قمت سابقا بإنشاء المستند وهو ما يسمى الآن هذا هو تايتل بيج. نفتح المستند. كما تلاحظون هناك بعض الأخطاء، وذلك لأنه لا يوجد أي شيء كتبته في هذا المستند. عند إنشاء مستند جديد في هذا الموقع يعطينا بعض الأكواد، وذلك لتسهيل العمل. فعلى سبيل المثال عندما أريد إنشاء مستند جديد فارغ، أقوم بتسمية المستند، سأسميه أي شيء الآن. عندما نفتحه تلاحظون بأنه أعطانا مجموعة من الأكواد التي تعرضنا عليها في الدروس السابقة لبرنامج لاتك، وذلك فقط لجعل العمل أكثر سهولة. بشكل افتراضي أنا أقوم بمسح هذه الأكواد، وذلك لأني أريد إنشاء المستند بالشكل الذي أريده أنا. نعود إلى المستند الذي أنشأته الذي يسمى بالتايتل بيج. أقوم أولا كما تعرفنا سابقا بكتابة الأمر document class، ومن ثم أحدد خصائص المستند. فعلى سبيل المثال A4، وحجم الخط 12 نقطة، وأريده أن يكون الصفحات على الجانبين، بمعنى مثل كما ترون في الكتب يكون النص أحيانا في المحاذاة اليمين وثم انتقل إلى المحاذاة اليسار. هذه لها علاقة بالهوامش، ولكن لن يظهر أثرها إلا إذا كان الهامش أكثر من تقريبا أكثر من 1 إنش، قد يكون أكثر أثرها أكثر وضوحا. سيكون نوع المستند ريبورت. أيضا من الأوامر المهمة في إنشاء التايتل بيج استخدام الحزمة جيومتري. تلاحظون ميزة هذا الموقع أنه يعطينا تلميحات للأكواد التي نريد إدراجها. أيضا أريد تغيير اختيار خط خاص بالمستند، وذلك عن طريق استخدام الحزمة فونت سبيك. ولتحديد نوع الخط نكتب الأمر 6 فونت، ومن ثم نكتب الخط الذي نريد استخدامه. يجدر الانتباه إلى كتابة اسم الخط بشكل صحيح، وذلك تجنبا لظهور الأخطاء. نقوم الآن بكتابة الأمر begin document، ومن ثم لإنشاء صفحة الغلاف أو صفحة العنوان title page نقوم بكتابة begin title page.
هنا نكتب معلومات صفحة العنوان أو صفحة الغلاف. أقوم بنسخ الأشياء التي أريد كتابتها في صفحة الغلاف هكذا، نقوم بنسخها أولا، ومن ثم كتابة الأمر vSpace، وذلك للتحكم بموضع النص في الصفحة، ولنقول سوف أضعه تكون 2 سنتي، ومن ثم لصق النص، وأقوم بعمل ريكومبايل، وهو ما نفس الأمر الذي تقريبا هو يشبه نفس الزر الذي كنا نستخدمه في إظهار المستندات. هكذا ظهر معنا. طبعا نريد أن نجعله في منتصف الصفحة، وكذلك نجعله بولد، وقد نحتاج نغير حجم الخط أيضا، حجم النص. يمكن جعله في المنتصف بكتابة الأمر begin center. يجب أن يكون النص بين begin وend. ولنجعله أكبر نكتب الأمر large، ونفتح قوسين هكذا، ولجعله bold نكتب الأمر text bf، أيضا نفتح قوسين. كما تلاحظون، ولإدراج أمر آخر، عفوا لإدراج نص آخر يكون تحت هذا النص، أيضا نبدأ بالأمر vSpace، ونحدد المسافة، ولنقول 3 سنتي، أيضا نبدأ الأمر begin center، ونكتب النص الذي نريد، ننسخ هذا النص، نقوم باللصق، نقوم بنفس الأمور التي قمنا بها سابقا، كتابة large قوسين، ومن ثم كتابة text def. قوسين أيضا. يجب الانتباه إلى عدم نسيان الأقواس، وذلك لتجنب الأخطاء. نقوم بعمل ريكومبايل مجددا لنرى النتيجة. تلاحظون حجم المسافة، يمكن أن نقللها ونكتب مثلا 1 سنتي بهذا الشكل. عفوا، من الأمور المهمة أيضا تحديد هوامش هذا المستند، فأريد أن أجعل جميع الهوامش من جميع الأطراف بقياس 1 إنش عن طريق كتابة هذا الأمر. يمكن التحكم في هوامش صفحة الغلاف أو التايتل بيج عن طريق كتابة الأمر new geometry، ومن ثم نكتب قياس كل هامش. أريد أن أجعل التوب مثلا الهامش العلوي بقياس نصف إنش ثم فاصلة، وجهة اليمين كتابة رايت أيضا نصف إنش ثم فاصلة، ليفت أيضا أريد أن يكون نصف إنش، ومن ثم الأسفل بوتوم أريده أن يكون بمقياس 1 إنش. نضغط ريكومبايل لنرى النتيجة. تلاحظون أنه قام بتطبيق الأوامر كما أردت ذلك، ولكن لا نريد أن تكون هذا السطر هنا، يجب أن نريد أن يكون هنا، ولكن لأنه هو أول نص كتب هنا قام بتطبيق هذا الأمر، قام بكتابته بهذا الشكل، لكن عندما ندرج هذه الصورتين وهذا النص سوف نرى تأثير كتابة
الأمر في سبيس الذي درجناه أولا. الآن نريد كتابة العنوان عنوان هذه الصفحة وهو هذا العنوان الكبير. يتم كتابته أولا بإدراج الأمر H pool. هذا الأمر يقوم بإدراج خط أفقي هكذا. أيضا بإمكاننا التحكم بالمسافة الخاصة بهذا الخط عن طريق إدراج أمر V space ونقول 2 سنتي كما تلاحظون. بإمكاننا الآن بدء كتابة النص. أيضا نريد أن يكون في المنتصف ونكتب begin center. ننسخ هذا النص ونقوم بلصقه هنا. نريد أن يكون حجمه كبير أكثر من العنوانين السابقين. يتم ذلك بكتابة الأمر huge. أيضا نريد أن نجعله بولد. نكتب الأمر text bf. قد يكون تلاحظون أن استخدام المحرر أفضل وذلك لأن وجود عدد من الاختصارات التي لا تستدعي منك كتابة الأكواد، لكن هنا يجب كتابة كل شيء. بعد الانتهاء أيضا نريد وضع الخط السفلي هنا. نكتب أيضا H rule مجددا ونضغط recombine. بإمكاننا تكبير المستند، التحكم في عرضه وارتفاعه عن طريق استخدام هذه الاختصارات هنا. الآن أيضا بإمكاننا أن نكمل كتابة المستند. أيضا نقوم بتحديد V space. نحدد مثلا 3 سنتي وذلك لكتابة هذه الجملة team A. أيضا begin center ونكتب أيضا نضعه large. team A أيضا text bf ونضغط على recompile لنرى النتيجة. هناك خطأ. تلاحظون عند وجود أخطاء يظهر هنا رقم ورقم باللون الأحمر. الرقم يشير إلى عدد الأخطاء. أيضا بإمكاننا أن نلاحظ مكان الخطأ هنا. الخطأ كان في كتابة أمر bold الذي هو text path. بعد تصحيح الخطأ تلاحظون اختفاء مكان الخطأ. نقوم بالتنفيذ. تلاحظون اختفاء الخطأ. الحجم صغير، ممكن أن نكبره قليلا عن طريق تغيير حرف L من small إلى capital. أصبحت أكبر قليلا. نكمل V space 1 سنتي مثلا. أيضا نبدأ بكتابة على شكل large ونكتب هنا اسم الأسماء التي نريد استخدامها. ننسخ هذا الاسم ولوضع هذه المسافة هنا التي ترونها بإمكاننا أن نستخدم علامة السلاش متتابعة في هذا الشكل ومن ثم نسخ الرقم. كما تلاحظ نسينا وضع سنتر، عفوا
begin center. في هذا الشكل. الآن بإمكاننا أن ندرج باقي الأسماء في هذه الطريقة. نكتب الاسم الآخر أيضا نضع نفس الأقواس، عفوا نقصد نفس علامات السلاش، ننسخ هذا الرقم ونقوم بالتنفيذ. تلاحظون هنا مشكلة، تم تداخل الاسمين في نفس السطر. لنقوم بعملية فصلهما نضع علامتي سلاش في جانب بعضهما هكذا. من المشاكل في استخدام هذه الطريقة هو أنه يصعب عمل محاذاة للأسماء مع الأرقام. هذا يعني أنه يجب إدراج عدد أكبر من علامات السلاش للقيام بالمحاذاة. كما تلاحظون حقيقة لم أجد أي حل لهذه المشكلة، وما زلت إلى الآن أقوم بمحاذاتها بهذه الطريقة. نكتفي الآن باسمين اختصارا للوقت. الآن نقوم أيضا بإدراج الأمر hRule، وذلك لكتابة هذا السطر، عفوا هذا الخط الأفقي. أيضا نقوم بإدراج vSpace، ونحدد على سبيل المثال 3 سنتي. أيضا begin center، أيضا نجعلها large. نكتب الاسم هذا، أيضا text pf. هنا فقط أريد أن أختصر على هذه الكلمة. يجب التأكد دائما من إغلاق كافة الأقواس. نضع hRule هنا. يجب التأكد من مكان الأكواد. كما تلاحظون بقي الآن أصعب شيء، وهو إدراج هذه الصور. حقيقة الكود الخاص بإدراج الصورتين قمت بالبحث عنه كثيرا حتى وجدته، ولا أفهم طريقة عمل هذا الكود. سأقوم بنسخه من المستند الذي عملت عليه لإنشاء هذه الصفحة، وهو هنا هذا الأمر نيوجيومتري الذي كنا تكلمنا عنه، وهو خاص بإنشاء الهوامش خاصة بصفحة العنوان. لإدراج الصورتين مع هذا العنوان، عفوا هذا ما يسمى الهيدر خاص بالصفحة، بإمكاننا استخدام الأمر begin mini page ونسخه بهذا الشكل. ننسخ عفوا أولا نريد أن ننسخ الصورة. إدراج الصورة تعلمناه سابقا عن طريق استخدام include graphics. نقوم تحديد الوجه، نكتب اسم الصورة. باقي تفاصيل هذا الكود لم أفهمها حقيقة، لأني بحثت عن الكود الذي يجعلني أقوم بهذا الشكل. ننسخ include graphics أيضا مع أمر begin page، ثم أمر centering هذا خاص بجعل النص في جعل النص في المنتصف، وهو يشبه أمر begin center، غير أن begin center يقوم بإدراج مسافة إضافية بين كل
نص ونص، ويمكن أيضا زيادتها عن طريق استخدام VSpace. ننسخ من include graphics. بهذا الشكل نضغط copy ونأتي هنا وأقوم بلصقها في بداية المستند من هنا. طبعا يجدر الانتباه أنه لا يوجد أي صور في هذا المستند الذي أعمل عليه في الموقع، لذا يفضل ويجب إدراج الصور. ولإدراج أي صورة نضغط على علامة أبلود ثم نقوم بإدراج الصور من المجلد الذي توجد فيه. نبحث عن الصورة، هذه الصورة وهذه الصورة، نقوم بتحميلهم. يمكن تحميل مجلد الذي تحتوي عليه هذه الصور، وذلك يمكن وضع الصور جميعا في مجلد ثم استدعاء المجلد. فأنا في بداية عملي على هذا المستند كنت أضع صور في مجلد يسمى FIG اختصارا Figure. يمكن إنشاء هذا المجلد ووضع الصور فيه. نسحب الصورة ونسحب الصورة الأخرى. الآن الصور في هذا المجلد. الآن نقوم بعمل ريكومبايل لنرى النتيجة. يوجد أخطاء. نبحث عن نعرف ما هو سببهما. قد يكون السبب هناك باكيج غير موجودة. نقوم بالتأكد. باكيج جرافيكس غير موجودة، وهي المسؤولة عن إدراج الصور. نقوم بتحميلها ونقوم بعمل ريكومبايل لنرى النتيجة. كما ترون ظهرت النتيجة كما نريد. طبعا تبقى وضع خط سفلي يمكن إدراجه بعمل H Tool كما شرحنا قبل قليل. يمكن بقي الآن ضبط تباعد النصوص وهكذا، يمكن التحكم فيه عن طريق VSpace كما أشرت سابقا. نعود للمستند لنرى أي اختلافات. تلاحظون النص قريب جدا هنا. يمكن تغيير وضع أمر VSpace هنا لزيادة التباعد، ولنقول نصف سنتي. أيضا يفضل ويجدر الإشارة أن يجب أن تكون حجم الصور التي نريد إدراجها في المستند متقاربة في الحجم، وذلك تجنبا للاختلاف في توازن مكان الصور. لزيادة المسافة بين النصوص تلاحظون هنا النص مقارب جدا متقاربا. لزيادة المسافة ندرج الكود stretch يمكن إدراجه هنا. هنا مشكلة، يجب تعريف الباكج الخاصة بتباعد النصوص. وهي نرجع هنا ولنتأكد من اسمها
set space. كما تلاحظون تباعدت النصوص قليلا. يمكن التحكم في التباعد بتغيير الأرقام كما تريد. سأقوم بضبط تباعد هذين النصين، نبحث عنهما وأغير المسافة هنا إلى نصف سنتي، هكذا أفضل. أيضا كلمة تيم A بعيدة جدا، سأقلل المسافة هنا إلى 2 سنتي. أيضا هنا المسافة فيه بعيدة جدا، أيضا أريد تقريبها إلى نصف سنتي. أيضا قد نضع 2 بدل 5، أظن هكذا أصبح أفضل. نقارن، تقريبا أظن أن المستند أصبح كما هو مطلوب. يمكن القيام بتعديلات أكثر لتحقيق النتيجة المطلوبة. وإلى هنا نكون وصلنا إلى هذا الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. الرجاء كتابة ما هي الموضوعات التي تريدون مني التحدث عنها في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.